حياة برية غنية بأنواع من الحيوانات النادرة، الوعل، الغزال العربي، وهذه الأشجار المنتشرة على جبال وسهول تمتد لمسافة تتجاوز 93 كيلو متر. يقابلها شريط بحري لا يقل جمالا في محمية رأس الشجر الطبيعية بولاية قريات. ولأجل صون الطبيعة في هذه المحميات وحماية مواردها من أي خطر يهددها، أطلقت هيئة البيئة تمرين الرقابة البيئية الأول، يشارك فيه 30 مراقبا بيئيا من مراقبي محميتي السرين ورأس الشجر الطبيعيتين. يحتوي هذا البرنامج على عدة فقرات، من أهمها الفقرة القانونية لإعطاء الموظف نبذة عن الأمور القانونية وكيفية التعامل مع المخالف، كذلك استخدام التقنيات الحديثة في الأعمال الرقابية. تأتي هذه ورشة اللي هي صفة الضبطية القضائية لتعريف مأمور الضبط القضائي بالإجراءات والواجب الاتخاذ أثناء تحرير محاضر ضبط، وما بعد تحرير هذه المحاضر ضبط حتى تحال إلى المحاكم أو الجهات القضائية بشكل صحيح، وأهم إبراز أهم التحديات التي تواجه مأمور الضبط القضائي في الميدان بالتعامل مع المخالفات البيئية. التمرين أخذ بعدين: النظري حول رفع كفاءة المراقبين البيئيين في التحقق من التزام الأفراد والمؤسسات بالقوانين واللوائح التشريعية للحفاظ على البيئة، في حين ركز التطبيق العملي على سيناريوهات التعدي على الحياة الفطرية. استفدت من التمرين كيفية توظيف التقنية الحديثة في الرصد والرقابة، وأيضا كيفية التعامل مع المخالفين بالإجراءات القانونية والمتابعة بالدوريات الراجلة بالمسارات الموجودة للمشاهدات وحصر الحياة الفطرية الموجودة بالمحمية. المحمية كانت مسرحا للتدريب الميداني لهؤلاء المراقبين في استخدام التقنيات الحديثة كطائرات الدرون الرقابية هذه، والكاميرا الفخية للرصد، والمناظر، ونظام تحديد المواقع، ليمتلك هؤلاء المشاركون في نهاية هذا التمرين الميداني مهارات تمكنهم من مواجهة التحديات المحدقة بهذه البيئة الآمنة.